السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبيت نتكلم على خبر جديد إنه الفاف والاتحادية خير الدين سيتشي اتصلوا بلاعب من اتحاد الحراش للكشف على المنشطات، يعني باللي كلام نايلي صحيح، وهذا ما يدل ان الفاف رايت في تخبط كبير، ما يدل ان الفاف في تخبط كبير، وان الفاف خايفه من بلال نايلي لا يروح لسويسرا ويبين البراءه نتاعو، من بعدها تكونها فضيحه العمر. المهم نرجع لموضوعنا اخوتي، نتكلم على قائمه بالماضي اللي عرفت بعض الاستدعاءات، من بين استدعاء اللي تلقاه سفيان هاني لاعب سبارتاك موسكو الروسي. اللاعب هذا اللي لاعب ظلمه كثير مدربهم ربح ماجر، اللي في سابقة من نوعها لاعب مهاجم يتم استبداله بالموسى مدافع، يعني تغيير اللي حير العلماء لكرة القدم في العالم، وحير المدربين والمحللين والعالم كامل حير، لأنهم هذه هي نتيجة أنك تكون مدرب وعندك شهادة تاع بلاطوهات، يعني تكون مدرب من البلاطوهات ما نزيدش الميدان. المهم نرجع لموضوعنا، سفيان هني اللاعب المتألق، اللاعب اللي مظلوم كما قلت سابقا في وقت ناجر، عودة تاعو شيء منتظر، لأن سفيان هني قيمة ثابتة، واحد ما يقدر يقول باللي سفيان هني ما يقدرش يلعب في المنتخب الوطني. نفس الشيء خوتي للاعب بالرحمن، اللاعب المتألق في الشامبيونشيب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، هذا اللاعب اللي أثبت من يوم إلى آخر أنه لاعب من صاعد، يعني لاعب نجم صاعد، لاعب متألق ونجم صاعد. هذا اللاعب اللي عنده اهداف متمريرات حاسمه، متالق في النادي نتاعو، من بين احسن اللاعبين في الشامبيونشيب، لاعب اثبت الجوده نتاعو الكاليتي اللي عنده. هذا اللاعب من حقه يلعب في المنتخب الوطني، لانه مستوى تاعو يسمح له باش يلعب في المنتخب الوطني. الشيخ خوتي اللاعب ايضا المتالق، اللاعب اسحاق بالفضيل، لاعب هوفنهايم اللي سجل 8 اهداف في البوندسليغا وليست في بطولة واد كنيس، سجل 8 اهداف في البوندسليغا وليست في بطولة واد كنيس، بطولة الكوكايين، بطولة الشيشة، وبطولة ترتيب المقابلات، وبطولة الفساد. إذن لعودة إسحاق بالفوضي منطقية لأبعد الحدود ومنتظرة، عودة منتظرة ومنطقية. علاش؟ لأن إسحاق بالفوضي برهن باللي لاعب من طينة الكبار ومهاجم كبير. وما ننساوش أيضا أنه إسحاق بالفوضي خريج مدرسة أولمبيك ليون، أكبر مدرسة لتكوين الشبان في العالم، من بين أحسن ولا من بين أحسن أحسن وأكبر مراكز التكوين في أوروبا، إن لم نقل ممكن رقم واحد في أوروبا. نعم معظم اللاعبين المتألقين في أوروبا خارجين متخرجين من مدرسة أولمبيك ليون، والأندية كامل الأوروبية تتهافت على لاعبين الشبان تاع أولمبيك ليون. هذا كملاحظة فقط، يعني كملاحظة باش تحب الناس اللي تحب اللي تقارن بين بطولة واد كنيس، اللي متكونين في بطولة واد كنيس، ويقول لكم باللي بالفضيل زيرو. أرجع للتكوين، أرجع للأساس، الأساس التكوين. هل تقارن أولمبيك ليون أحسن المدارس في أوروبا وفي العالم ب لاماسيا وبين لاعبي بطولة واد كنيس؟ ما تدخلش خلاص في العقل. مام اساطير قالوا لكم باللي هذه مشي بطوله، خلاص هما يعترفوا باللي مشي بطوله، بس صح معليش نجيبوا لي جوار نتاعنا، يعني تاع لاماسيا لازم يلعبوا في ليكيب ناسيونال لسبب يعرفه العام والخاص قضيه رئيس اتحاديه.
امور واضحه. نرجع اخوتي، اذا اسحاق بالفوضي قيمه ثابته لا غبار عليها. كان الناس اللي تقول باللي اسحاق بالفوضي هو المهاجم الثاني، يعني المنافسه راهي بين المهاجم الثاني، كان اللي عطى لاعب لاماسيا نعيجي واسلام سليماني وبالفوضيل وبعض اللاعبين في البطوله، قال لك هذا ما ينافسوا باش يجوا مرتبه ثانيه وراء بغداد بونجاح. انا مانيش ضد بغداد بونجاح، بالعكس انا يعجبني بغداد بونجاح، البروفيل تاع بغداد بونجاح يليق بالمنتخب الوطني، بصح مهاجم اول ومهاجم ثاني فيها ظلم، ظلم وظلم كبير. نديو بغداد بونجاح يلعب في هوفنهايم في الدوري الالماني، ومن بعدها نقولوا باللي بغداد بونجاح هو رقم واحد. مادام مع احترامي لدولة قطر، الدوري القطري ولا السعودي ولا الاماراتي ماهوش معيار مقارنة بالدوريات الاوروبية الكبيرة، المانيا، ايطاليا، انجلترا، اسبانيا، فرنسا. لو كان بونجاح يلعب في دوري اوروبي معروف ويتألق ويسجل نسميه رقم واحد، واحد من ناحية له بونجاح نيميرو ان. بصح المهم الناس باش تفهم، سليماني جاي عقب فترة صعيبة، المناجم الأنسب بدون تخمام خلاص هو بغداد، هو عفوا إسحاق بالفوضي. أيضا بن طالب المكروه، اللاعب المكروه اللي يكرهوه المحللي بلاطوهات وبعض صحافة الكاسكروت، وقالوا باللي حطبة، وقالوا باللي سوي جلاس. هذا اللاعب يلعب في نادي كبير وفي دوري كبير، إذا تعتبروا بوندسليغا كما قلت سابقا أضعف من بطولة وادي كنيس بطولة الكوكايين هذا شيء آخر، إذا تعتبروا شالكا حومة ولاماسيا جرون إيكيب هذاك شيء آخر. المهم الواقع يقول باللي بن طالب تألق نتاعو لفت الانتباه الجميع، يعني مش غير ضربة جزاء ضد السيتي هدفين ضربة جزاء انه خلا، لا بن طالب قيمة ثابتة، بن طالب مظلوم، سوء تمركز يعني سوء الاستغلال، سوء استغلال بن طالب هو اللي خلاه يبان ضعيف. بن طالب لو يلعب كعقم عشرة وكوسط ميدان هجومي ويعطوله إرشادات والنصائح باش يافونسي لقدام تشوفوا لاعب آخر. معلومة اللي يعرفوها كاين ناس وكاين ناس اللي ما تعرفهاش، بن طالب كانت عنده ثلاث عروض قلتها سابقا نعاودها للناس، ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنون. ناس اللي ما تعرفش نقول لكم باللي كاين بن طالب عنده كانت عنده ثلاث عروض، عرض من الاتحاد الإنجليزي، عرض من الاتحاد الجزائري، وعرض من الاتحاد الفرنسي. يعني عنده ثلاث خيارات، اما المنتخب الانجليزي او المنتخب الجزائري او المنتخب الفرنسي. وتعرفوا بالماضي عفوا بالطالب راح للمنتخب الجزائري كقناعة شخصية وكحب للمنتخب وللجزائر، متفاهمين فيها. اذا خوتي كحوصلة، هذا من اللاعبين بلاصة تاعهم في المنتخب الوطني تعيط، بالدرجة بلاصتهم مضمونة، تبقى منافسة وإثبات القدرات والجاهزية تاع اللاعبين وصقل مواهبهم داخل المنتخب. بعد ما داروا مع الأندية تاعهم يتألقوا، التألق تاع الأندية يدخلوه في المنتخب لفائدة المنتخب، والمنافسة رائعة. لما يعود عندك هني، عندك بالفوضيل، عندك بونجاح، عندك بالرحمة، عندك بلايلي، عندك فيغولي، عندك بن طالب، عندك فيكتور لكحل ممكن يرجع يجيبه، عندك طايدار، يعني المنافسة رائعة. قد ما عندك لاعبين مستوى عالي متألقين في النوادي نتاعهم الفايدة ترجع للمنتخب الوطني. قضية توظيف جيد خاصة مع بالماضي، انضباط صرامة وتوظيف جيد، المنتخب راح يتحسن، والأيام بيننا تشوفه منتخب آخر. بالعمل وإطفاء الأبواق، أبواق الكاسكروطات نفرمو لهم فامهم، يزيدوش يهاجموا المنتخب، سرقوا وخطفوا المنتخب سابقا
في غفلة. الآن خلاص، الآن المنتخب بأيدي أمينة بقيادة جمال بالماضي، نتوحدوا كامل مع جمال بالماضي من أجل مصلحة المنتخب الوطني. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.